اسمك مودي؟ مودي يا فندم، مودي الجزاز. مودي؟ جسمك مش مودي خالص. معلش يا فندم، مش بالاسماء. معلش معلش، احنا اسفين، اصل الدكتور عز عنده زهايمر. لا، الف سلامه لبابا، بابا يقول له هو عايزه، بابا يؤمر. ده مودي، يبقى الشيك يوسف في المطعم. مودي؟ ايوه يا فندم. انا يا سيد مودي؟ ايوه يا فندم. في المرحله المعتدله. طب الحمد لله، الاعتدال حلو. انت بتقول ايه؟ انت عارف المرحله المعتدله يعني ايه؟ ضعف في التركيز، في الادراك، في التقدير. بابا بابا بابا، انت بتكسر مانع مودي. يا بابا بابا، ضيف جاي هزاني مودي. لا ضيف هيهزانا ازاي؟ معلش معلش يا بابا، اقعد يا بابا. معلش يا استاذ مودي، معلش، احنا اسفين والله. ولا يهمك، اتفضل يا بابا اتفضل. لا ولا يهمك، ربنا يشفي يا رب. طب يلا بينا يا دكتور، عشان انا عايزك في كلوز انت ويوسف قبل ما ابوك يتبول علينا. طب اتفضل اتفضل يا استاذ مودي. تعال اتفضل يا جماعه، تعال تعال. عليا، اخوكي ده وراه حوارات كتيره جدا وهعرفها. اتفضل اقعد يا استاذ مودي. ايه شكرا يا دكتور. اقعد هنا وعلى الله تنطق بحق. اهو حاضر اهو. على الله اهو. وعلى الله تسمع كلمه من اللي احنا بنقولها. ماشي ماشي. ايه؟ شوشر على ودانك يا شوشر. ده شوشر لي كده، اعمل كده اهو كده. ايوه. بقول لك يا دكتور، هو يوسف ما جاش مره قبل ما يفقد الذاكره ادالك فلاشه كده وقال لك خليها معاك؟ يا دي ام الفلاشه. ولا شوشر. اهو شوشر اهو شوشر اهو. ده انا كنت لسه هسالك نفس السؤال. شكلك كده جات لك في ريال وسالتك عن الفلاشه. في ريال؟ جات لي وسالتني، وانا كنت جاي استفسر منك عن الموضوع ده. بص، انا في ريال دي جات لي البيت هنا وهددتني، قالت لي لو الفلاشه دي ما رجعتش في اسرع وقت هخلص عليك انت وعيلتك. طب بص بقى يا دكتور، عشان انا صريح وبحبك هقول لك على المفيد. في ريال دي شريره جدا ومؤذيه، يعني انت لازم تخرج نفسك انت واهلك من الموضوع ده. انت بس جيب لي الفلاشه والدهاني وانا هعرف اتصرف معاها، لان دي شريره ومؤذيه وهتاذيك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. شوشر شوشر شوشر. يا رب يا رب يا استاذ مودي نلاقي الفلاشه دي في اسرع وقت عشان اخلص من ام الكابوس ده بقى. كلنا عايزين نخلص. طب يا دكتور استاذن انا. مع السلامه مودي بيه. سلامه يا استاذ مودي. بتعمل بتاوتر انت بتقول لي تاوتر. نزل ايدك يا ابني. نورت يا استاذ مودي، بس لازم تقعد بقى تتعشى معانا. لا معلش يا دكتور، اعذرني، انا لازم امشي عشان عندي شغل في المطعم. يوسف، معقوله كده هسيب صاحبك يمشي من غير ما يقعد يتعشى معانا؟ لا طبعا يا خبر، اقعد. خلاص يا ماما، سيب الراجل براحته. تصبحي على خير يا طنط، إنها حقاً عائلة سعيدة. نعم حقاً. مع السلامة يا أستاذ مودي. تعال بقى تعال هنا يا سهام، تعال أقعد هنا وفهمنا إيه حكاية الست اللي اسمها فريال دي عشان تريح قلب أختك ومراتك. بعدين يا ماما بعدين، عشان عندنا مشوار دلوقتي. يلا. رايحين فين تاني أنتوا كمان؟ رايحين مشوار مهم. لا بجد الموضوع ده ما بقاش مقبول أبداً. ما أنا بقى نظبطها، معلش. يلا يلا يلا. أنت بتبص على إيه؟ اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.